بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد وبوابة الضرائب المصرية. طبعا كان بعض الناس يمكن تواصلت معايا وكلمتني على تجديد الاشتراك، والنهاردة طبعا أنا قلت مواعيد التجديد هتبقى طبعا في الميعاد اللي حضرتك عملت فيه الاشتراك السنة اللي فاتت. فأنا يمكن دخلت دلوقتي على الموقع، أو بلغني بعض الناس اللي بتعامل معاهم إن الاشتراك خلص فإحنا محتاجين نجدده، فحبيت إن إحنا نجدده أنا وحضراتكم. دخلت هنا طبعا عملت تسجيل دخول باليوزر نيم والباسورد، على طول قال لي هنا عزيزي الممول خدمة تجديد الاشتراك متاحة الآن. كويس، وبيقول إن مع العلم إنه الاشتراك على المنظومة يمكنك باستخدام جميع خدمات تقديم الإقرارات الإلكترونية، والاشتراك شهري أو سنوي على حسب نوعية الإقرارات، وإن وسيلة السداد هي الفيزا أو الماستر كارد. طيب هنمشي انا وحضراتكم خطوه خطوه كده. هنكتب تجديد الاشتراك، طبعا قال لي تاريخ انتهاء الاشتراك 9/1/2020، فنوع الاشتراك سنوي ومفيش هنا شهري ولا حاجه، ولكن بعض الزملاء قالوا هنحط رقم 2 بدل رقم 1. انا حقيقي ما عنديش فكره عن الموضوع ده، او مفيش حتى اوبشن قدامي زي ما حضراتكم شايفين كده لموضوع الواحد او الاثنين. هو الحاجه الوحيده اللي متاحه عندنا هي السنوي زي ما حضراتكم شايفين بالمنظر ده. طيب هندوس اوكي، وطبعا بيقول لي هنا يضاف لقيمة الاشتراك 14% ضريبة قيمة مضافة، الاشتراك 280 جنيه و14%، يعني تقريبا الاشتراك في حدود 320 جنيه. فهنقول سداد. يقول لي هنا طبعا نقلني بقى للصفحة بتاعت البيمنتس أو المدفوعات، بيقول لي طريقة الدفع طبعا استخدام البطاقات إذا كانت ماستر كارد أو فيزا، أو لو حضرتك عامل ميزة طبعا هتكليك هنا على استخدام ميزة. أنا حقيقي ما عملتش ميزة، فهنا عملت اختيار للدفع باستخدام البطاقات وهقول له استمرار. طيب قال لي المبلغ 319 و20 قرش وعمولة 5 جنيه، وبعدين إجمالي المبلغ 324. طريقة الدفع طبعا محتاج بيانات البطاقة، هبتدي أدخل بيانات البطاقة بتاعتي. طبعا بتختار حضرتك تاريخ الصلاحية، وبتحط رمز الأمان، ده طبعا الرمز اللي بيبقى مكتوب على ظهر البطاقة بتاعت حضرتك، وبقول له ادفع. طبعا بيقول لي بروسيسنج، وزي ما حضراتكم شايفين كده قال لي دخل الكود اللي هيجي لك على الموبايل، فحضرتك هترجع ليه الموبايل بتاعك هتلاقي جالك عليه مسج. المسج دي فيها الباسورد، وان تايم باسورد اللي هو، وهقول له سبميت. رجعت تاني زي ما حضراتكم هنا ابتدى، رجعت تاني للموقع، ولو دوست هنا الإقرارات شغالة، رجع تاني الموقع اشتغل مفهوش مشكلة زي ما حضراتكم شايفين كده. هرجع للرئيسية مرة أخرى، وهنا طبعا بيتكلم بقى على تحديث النظم المطبقة واستغلال الإمكانيات الكبيرة لدى المصلحة وتقليل العبء على الممول وخدمة فعالة. طبعا اللي هو يعني لو خدتوا حضراتكم أهبالكم هنا هتلاقوا فيه تقديم خدمة من خلال قدرة الممول على الدخول لنظامه خلال أي حاسب 24 ساعة بدون الاحتياج لتنصيب أي أدوات أو برامج، تخصيص مساحة تخزينية لكل ممول تتيح له القدرة على تخزين تعبئات الخصم والتحصيل والدخول إليها في أي وقت اللي هو الكلاود ستورج، وتخزين فواتير المشتريات والمبيعات لتطبيق القيمة المضافة. طبعا هو هنا بيتكلم على استخدامات بوابة الضرائب المصرية اللي هو احنا اصلا اوريدي زي ما حضراتكم عارفين بنستخدمها من السنة اللي فاتت. طيب ده كان فيديو بس سريع للناس اللي كانت بتسألني على التجديد بتاع اشتراك البوابة والشكل هيبقى عامل ازاي او الدنيا ماشية ازاي.
برضو انا يمكن لسه كنت منزل فيديو امبارح عن الابليكيشن بتاع الموبايل، حضراتكم هتلاقوه، هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو ده في اخر الفيديو المرة دي. حقيقة برضو جالي تعليقات كتير، هو البرنامج فين؟ البرنامج بعد انا ما نزلته وشرحت عليه ونزلت لحضراتكم الفيديو، فعلا انا الصبح حاولت ادخل عليه دخل، بس جيت بعد شوية لما الناس ابتدت تقول لي هو اللينك فين، جيت ادخل تاني على الستور ما لقيتش فعلا البرنامج، ولو ان هو مازال شغال عندي حتى الان. طبيعي يعني البرنامج موجود عندي وشغال وبقدر ادخل عليه وكل حاجه، صحيح خدمه الاستعلام زي ما انا قلت في الفيديو ما هياش شغاله، ولكن المصلحه واضح انها سحبت البرنامج من على الستور عشان تعمل له ابديت، وهنفضل متابعينه، ولو في حاجه جديده ان شاء الله هنبقى مع حضراتكم في فيديوهات تانية. متشكر ليكم جدا، نشوف حضراتكم في فيديوهات جايه باذن الله، وفي انتظار تعليقاتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.